شوف يا ولد، احنا انما نقصد فيه الميليشيات ونقصد فيه بالذات الحشد الشعبي. هذا اللي حتى لو ابنائنا الان وياما وياما حذرت منها النجف بان تتحول ويتحول الحشد الشعبي الى قامع للشعب. وتحول الان، تحول بالنص اقولها، عصائب وغير عصائب وكتائب حزب الله والنجماء وما اعرفش هم اللي جاي يقتلون بدر وغير بدر، جاي يقتلون بالشعب. لعنة الله على